في إطار المجهودات التي تقوم بها شركة كايزن ترونس بصفتها مقاولة محلية تشتغل بمدينة القنيطرة، هناك مجموعة من التدابير الوقائية التي انخرطت فيها الشركة من أجل حماية المستخدمين ومن أجل توفير مناخ صحي سليم بالنسبة للشركات المتعاقدة مع كايزن ترونس. وعلى رأس التدابير الاحترازية التي انخرطت فيها الشركة هي التعاقد مع شركة متخصصة من أجل تعقيم حافلات نقل المستخدمين. وكيف ما كتشوفوا معنا هنا، احنا اليوم في إطار تعقيم أسطول ديال 30 حافلة، وهذه عملية التعقيم سوف تتم بصفة منتظمة. Like a bird on a tree I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be.